أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت اتهام جهات سياسية بالوقوف وراء احتراق أكبر مشروع للدواجن في العراق. في المدى المفوضية تطلب ثلثي ميزانية الانتخابات البرلمانية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. في الزمان نيوزيلندا ترفض طلب الناتو البقاء في التحالف وتفضل الإسهام بالإعمار. في العربي الجديد العثور على جثة جندي إسرائيلي تعرض للطعن في الضفة الغربية المحتلة. في الشرق الأوسط توترات في عدن وغريفيث قلق على مؤسسات الدولة. في القدس العربي اتفاق أمريكي تركي على إنشاء منطقة آمنة شمالية سوريا. وفي الحياة مقتل متظاهر في كشمير وباكستان تطرد سفير الهند. من زاوية العناوين إلى زاوية المقالات المنتقاة لكم، والبداية بهذا المقال وفي مستهله: على العكس مما كان متوقعا أعلن رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض، أعلن التوصل إلى اتفاق بين القوات الأمنية مع الحشد الشبكي بقيادة وعد القدو، يقضي بأن يتعاون الطرفان ويديرا السيطرات الأمنية المنتشرة في مناطق سهل نينوى. صحيفة اندبندنت عربية ترى أن هذا الاتفاق يكرس هيمنة الشبك على سهل نينوى ويشعر المكونات الأخرى بالقلق والضعف، وقد يدفع ذلك إلى استمرار نزوح السكان المحليين من تلك المناطق نحو كردستان العراق. الاتفاق يضم مستويين لكن أعلن عن مستوى واحد فقط، وفق تصريح مصدر خاص من مجلس محافظة الموصل. وينص الاتفاق على إيجاد نقاط سيطرة مشتركة بين الحشد الشبكي وعناصر من عمليات نينوى، يشمل كل الطرق الرئيسة ومداخل المدن في منطقة سهل نينوى. الجزء الثاني من الاتفاق يعني التخلي عن الأمر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء والقبول ببقاء الحشد الشعبي ضمن البلدات والمدن ونقاط السيطرة، وبالتالي القبول بالهيمنة العسكرية للحشد الشبكي على باقي سكان السهل والسيطرة السياسية للشبك على المكونات الطائفية والقومية الأخرى. ويرى مراقبون متابعون لأحوال سهل نينوى أن للاتفاق الجديد تأثيرا واضحا خلال الفترة المقبلة، فهو أولا ضربة لتوجهات رئيس الوزراء الذي كان قد أصدر قبل قرابة شهر أمرا ديوانيا يقضي بسحب فصائل الحشد من مراكز المدن. فتظاهر أبناء المكون الشبكي وقطعهم الطرق وإيقافهم الحياة العامة في مناطق سهل نينوى دفع السلطة العسكرية والأمنية إلى الدخول في مفاوضات مع اللواء 30 الشبكي والخضوع لمطالب هذا الفصيل، وهي آلية يمكن لها أن تتكرر في مختلف مناطق انتشار الحشد الشعبي بعدما أثبتت جدواها في حالة سهل نينوى. الصحيفة تحذر من الإخلال بالتوازن الذي يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق في مناطق سهل نينوى، فطوال السنتين الماضيتين على السكان المحليين من سوء الأوضاع، أي عانى السكان المحليون نتيجة تنامي نفوذ المكون الشبكي على حساب المكونات الأخرى، فالشبك وحدهم ملكوا قوة عسكرية وأمنية طوال هذه الفترة متمثلة باللواء 30، وقد استخدمت القوى السياسية الشيعية هذا المكون للسيطرة على أبناء المكونات الأخرى في تلك المنطقة. أثبتت الأحداث الأخيرة في سهل نينوى أن الحكومة خضعت لإرادة ميليشيات كانت تدعي أنها تأتمر بأوامر مؤسستها العسكرية. أنس محمود الشيخ يقول في موقع ميدل إيست أونلاين أن الحقيقة التي يجب أن يعيها الشارع العراقي ويفهمها جيدا هي أن العراق محتل من قبل ميليشيات تسيطر على القرار السياسي فيه وتديره، وما تسمى بالحكومة ليست إلا غطاء مدنيا لها،
وظيفتها الوحيدة إعطاء الشرعية لتلك المشيات لتنفذ أجنداتها. بعد تطورات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية عانت الحكومة العراقية من ارتباك واضح في مواقفها إزاء الميليشيات، فأصدر عبد المهدي قراراً ينص على هيكلة الحشد ضمن المؤسسة العسكرية، وزاد من ارتباكها ما حصل في سهل نينوى والأوامر التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة والذي أمر بموجبها لواء في فصيل ميليشياوي مسلح بالانسحاب من مناطق يسيطر عليها. لكن ما حصل أن أفراد اللواء رفضوا تنفيذ القرار وخرجوا في مظاهرات واعتصامات قاطعين طرقا رئيسة في منافذ مدينة الموصل، وبدلا من أن يتهم اللواء هذا بالتمرد وعصيان الأوامر ويتم إحالتهم إلى محاكم عسكرية، إلا أن ما حصل هو أن الحكومة تفاوضت معهم وانتهت بالخضوع لإرادة تلك الميليشيا وسحب قرار القائد العام للقوات المسلحة ليبقى ذلك اللواء في مواقعها. هذه البادرة النادرة الحدوث تظهر مدى انفلات هذه الميليشيات، وهنا نريد أن نتساءل إن كان رئيس الوزراء قد فشل في فرض قراراته على لواء في ميليشيا صغيرة متهم زعيمها بقضايا فساد مالي وجرائم حرب من قبل قوى دولية، فكيف سيستطيع مستقبلا من فرض قراراته على ميليشيا أكبر وأقوى؟ الكاتب يرى أن الدولة العراقية محتلة ومختطفة من قبل فصائل مسلحة تسرح وتمرح، كما يحلو لها دون أن تستطيع أي جهة حكومية لجمها أو إخضاعها. فلا يشترط أن يكون الاحتلال أجنبياً كي يسمى احتلالاً، يكفي أن تكون الإرادة مسلوبة والفوضى عامة والحريات معدومة والمصير مرتبطاً بمصير دولة جارة، إن رضيت كان بها وإن لم ترضى فالويل ثم الويل لمن لم ترضى عنه. بين ليلة وضحاها أصبح حجي حمزة المتهم بأنه زعيم المافيا الأكبر في العراق أصبح أسطورة من أساطير العراق التي تظهر وتنحسر بسرعة، إذ تم تداول صور له تظهر لقاءاته مع شخصية دينية وسياسية وفنية ورياضية. رافد جبوري يرى في صحيفة الزمان أن قضية حجي حمزة تحمل أبعاداً كبيرة، فبسرعة طرحت الأسئلة البديهية عن الحجي ومن وراءه، ولماذا التركيز عليه لا على غيره ممن هم أكبر وأكثر تأثيراً منه. العراقيون يتداولون في العلن اتهامات لجماعات مسلحة متنفذة معروفة تتهم بأنها ذات علاقة بأماكن اللهو غير البريء في بغداد، فتلك الأماكن تدر أرباحاً طائلة وسهلة وسريعة. البيان الذي صدر عن مديرية الحشد الشعبي فيه من السخاء اللفظي الكثير، حيث وصفت الحملة على أماكن لاعب القمار بأنها الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيا الرولت وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء. وكل تلك نشاطات سيئة لها تأثير مدمر على المجتمع ويجب مكافحتها طبعا، لكن أيضا يجب الفصل بين كل نشاط وفهم الوضع القانوني له. بغض النظر عن حجم الحملة ضد حجي حمزة وصالاته وهل كانت الأكبر في تاريخ العراق أو غير ذلك، فقد جاءت لتظهر أن فحوى الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي مطلع تموز الماضي عن دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة لا يعني أبداً إضعاف الحشد كما أمل خصوم الحشد، بل ها هي مديرية أمن الحشد تقوم بأعمال أمن داخلي تضاف إلى أدوارها السابقة في إطار تبلور لدورها وخطوة على تحقيق طموحها في أن تصبح في مكانة ومنزلة الحرس الثوري الإيراني الذي يمتلك أذرعا عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية. وبحسب رافد جبوري فإن حجي حمزة سيحمل أوزار الشبهة التي ترددت في ارتباط مجاميع مسلحة بالتربح من نشاطات غير قانونية أو غير إسلامية، وسيبقى السؤال حول تورط من هو أكبر منه من غير إجابة، مثل سؤال الفساد ومن يقف وراءه في العراق.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان ليس إلا بداية تضع الأسس السياسية والدستورية لمرحلة انتقالية ستكون صعبة بمقدار الأزمات والمشاكل التي تراكمت على مدى 3 عقود. وحيد عبد المجيد يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن مصير السودان سيبقى معلقا على أداء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اللذين يتصدران المشهد السوداني الآن. قدرتهما على الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية وإدراك أن استكمال التفاهم بينهما يمثل الفرصة الأخيرة أمام السودان لكي يصلا معا لإنجاز مهام الانتقال ومواجهة الخطر المترتب على تغلغل عناصر تدين بالولاء للنظام السابق في مفاصل الدولة والمجتمع خلال العقود 3 التي استحوذ فيها على السلطة. ويزداد هذا الخطر بسبب امتداد هذا الوجود إلى القوات المسلحة وبعض مستوياتها القيادية بعد أن ثبت تورط رئيس الأركان في إحدى المحاولات الانقلابية 4 التي حدثت حتى الآن. لم تكن مصادفة أنه كلما اقتربت المفاوضات بين طرفي الاتفاق من تحقيق نجاح حدث هجوم ضد محتجين هنا وهناك وافتعلت أزمات أعادت الأمور إلى نقطة الصفر قبل أن تبدأ الوساطة الإفريقية. يظل الحفاظ على التفاهم الذي تحقق أخيرا هو الفرصة الأخيرة لنجاة السودان، ولن يتيسر هذا إلا حين يتمكن طرفاه من إكمال عملية بناء الثقة اللازمة لأداء عمل مشترك يتوقف عليه مستقبل السودان وشعبه خلال المرحلة الانتقالية، بدءا بالسعي إلى حل الأزمات في مناطق النزاع المسلح واتخاذ إجراءات صعبة للشروع في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. الكاتب يقول إن الثقة هي المفتاح الذي يتعذر من دونه فتح الباب الذي يؤمل أن يفضي إلى سودان جديد، ومواصلة بناء هذه الثقة شرط لا بديل عنه لمواجهة أزمات قد تسعى عناصر النظام السابق إلى إثاراتها مستغلة ثغرات يمكن أن تنفذ منها. ماذا يجري في نيجيريا؟ في 26 من تموز الماضي حضرت المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة أبوجا الحركة الإسلامية المدعومة من إيران قائلة إن أنشطتها تشكل إرهاباً وأنها غير شرعية، حيث جاء أمر المحكمة بعد اشتباكات متكررة في الأسابيع الأخيرة. هدى الحسيني تقول في صحيفة الشرق الأوسط فتشوا عن إيران حتى في نيجيريا. الصراع الحالي بين الحركة الإسلامية والحكومة الفيدرالية جزء من دورات صراع أكبر شب في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما بدأ زعيمها إبراهيم الزكزاكي في حشد أتباع له والدعوة إلى دولة إسلامية في نيجيريا على طراز الإيراني وإقامة علاقات وثيقة مع إيران. فالزكزاكي أسس الحركة عام 1979 بعد زيارة إلى طهران في كانون الأول من عام 2015. وقعت مواجهة كبيرة أسفرت عن مقتل 350 عضوا من الحركة واعتقال الزكزاكي وزوجته. كما هو متوقع تدخلت الحكومة الإيرانية وطالبت عدة مرات بإطلاق سراحه، وأخيرا اقترحت إرساله إلى إيران لتلقي الرعاية الطبية. ويوم الاثنين الماضي سمحت له المحكمة بالذهاب إلى الهند، لكنها كلفت فريقاً بمرافقته لتأمين عودته لاحقاً بعد تلقي العلاج ومواصلة محاكمته. إذا رحل الزكزاكي فهناك احتمال بأن يغير رحيله بعض الأمور، وقد لا يغير شيئاً. أما بالنسبة إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي فاز للتو بإعادة انتخابه، على الرغم من أن السنوات الأربع الأولى لحكمه كانت مخيبة للآمال، فإن وفاة الزكزاكي لو وقعت لكانت بمثابة بداية مشؤومة لفترة رئاسته الثانية. إنه يرى مجموعة الزكزاكي وفي ذهنه إيران. الكاتبة تشير إلى تحذيرات الخبراء النيجيريين من أن طهران ستزيد من استخدام وكلائها في إفريقيا وآسيا
في محاولة لتوسيع نفوذها والتصدي لما تعده تهديدا وجوديا من قبل واشنطن. ونيجيريا من أكبر الدول الإفريقية والأكثر ثراء وفوضى وفسادا، وتستطيع إيران إذا ما أرادت شد النيجيريين إليها. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجج التوترات في واحدة من أكثر مناطق العالم اشتعالاً، وذلك بسبب إلغائه قرار الحكم الذاتي لإقليم كشمير وجامو. وتقول الصحيفة إن الهند جازفت مجازفة خطيرة بهذا القرار، وهي تسعى للإسراع في تطبيق البرنامج القومي لحزب بهاراتيا جاناتا القومي. الصحيفة ترى أن إبطال المادة 370 من الدستور الهندي التي تعطي صلاحيات موسعة لحكومة إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة وعد انتخابي قطعه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على نفسه، وأراد من خلاله هو ووزير داخليته تصحيح خطأ تاريخي، إذ لم يكن ينبغي أن يعطى هذا الحكم الذاتي أصلاً بحسب رأيهما. لكن ما هو معروف أنه بعد انفصال باكستان عن الهند في عام 1947 شنت إسلام أباد هجوماً على كشمير لضمها، فاستنجد حاكم كشمير الهندوسي بالهند فاستجابت له ودخلت حرباً مع باكستان، انتهت بتدخل الأمم المتحدة التي فرضت خط مراقبة وسط الإقليم الذي غدا منذ ذلك الحين مقسماً بين البلدين. ولضمان أن تظل المنطقة الهندية من الإقليم ذات الأغلبية المسلمة جزءاً من الهند، لجأت هذه الأخيرة إلى منح جامو وكشمير وضعاً خاصاً أصبح بموجبه يتمتع باستقلال ذاتي. ومنذ استلام مودي السلطة تصاعد التوتر في كشمير، ولا تبدو أيديولوجياً حزب بهاراتيا جاناتا مؤاتية للمصالحة المجتمعية، إذ يحكم باسم التفوق العرقي والديني الهندوسي ويضع نفسه المدافع العظيم عن وحدة الهندوس في مواجهة الإسلام الذي يرون فيه تهديداً متزايداً. الصحيفة تقول إن تميع خصوصيات كشمير الإقليم الوحيد ذي الأغلبية المسلمة في الهند وإذابته في عموم الهند يدخل في البرنامج المتطرف لهذا الحزب، وعليه فإن المجتمع الدولي مدعو لأن يكون متيقظاً حيال اليمين القومي الهندي الذي لا يقل خطورة عن الحركات اليمينية المتطرفة في الغرب. ومن زاوية المقالات إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا، حيث حذرت السلطات الإيطالية السياح من الجلوس أو تناول الطعام على السلالم الإسبانية في العاصمة روما، حيث سيكونون تحت طائلة دفع غرامة مالية تصل إلى 400 يورو. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن الشرطة في هذا الموقع الشهير الذي صممه المهندس المعماري فرانشيسكو دي سانكتيس بين العامين 1723 و1726 كانت تستخدم صفارات لحمل السياح الجالسين على الوقوف. وفي محاولة للحفاظ على نظافة المكان ومنع ترك السياح مخلفاتهم فيه، أصدر مجلس بلدية المدينة قواعد وضوابط جديدة في وقت سابق من هذا الصيف تحظر التخييم أو الجلوس على المعالم التاريخية في روما. وخضع هذا المعلم إلى أعمال تجديد بلغت كلفتها 1.5 مليون يورو في 2016، فقد شوه الرخام بسبب سنوات من التلوث، كما أنه أصبح ملطخاً ببقع المشروب والقهوة المنسكبة من الوافدين. الآن إلى ما اخترنا لكم من كاريكاتير.
نهاية حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.